حرص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني للفنون القتال المختلطة على مؤازرة ومساندة لاعبي منتخبنا الوطني لفنون القتال في منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء، والتي تعد أكبر حدث رياضي في القارة الأسيوية متمثلا في أسبوع بريف الدولي للقتال، والذي يقام في مملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث تشهد إقامة النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواء والنسخة الثامنة عشرة من بطولة القتال الشجاع بريف. وقد أكد سموه أنه قد تابع عن قرب نزالات مقاتلي البحرين مع كافة مقاتلي دول العالم، والتي عكست مدى القدرات والإمكانات التي يمتلكونها، الأمر الذي دل فهو يدل على حرص كافة اللاعبين على تمثيل المملكة خير تمثيل، وذلك من خلال تقديم المستويات المتميزة والوصول إلى منصات التتويج. أشار سموه أن البطولة في يومها الثالث جسدت الروح ورؤية بطولة قوية يكون التنافس الشريف حاضرا فيها، وتؤكد مدى التطور الذي بات تعيشه رياضة فنون القتال المختلطة في العالم. حيا سموه عطاء مقاتلي مملكة البحرين معربا عن الثقة في قدراتهم وفي القدر العالي من المسؤولية الذي يتمتعون به. هذا وقد شهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة استمرار مقاتلي العالم في التنافس من أجل التقدم إلى المراحل المقبلة من البطولة العالمية، كما شهدت النزال تقديم مقاتلي البحرين مستويات باهرة في البطولة تأكيدا للمكانة الكبيرة التي باتت البحرين تحتلها في رياضة فنون القتال المختلطة.